السلام عليكم كبيدات، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وما يخطاكم حتى خير. فيديو جديد دائما مع الزي المغربي التقليدي ومع الراندا وعشاق الراندا. اليوم عندنا طلبيه اللي كان وجهتها هي كبيره الناس ديال وجده، السيده من فرنسا وعندها الطلبيه هذه وكليانتي، وبغيت نشارك معكم هذه الطلبيه قبل لومبالاج. كنعتذر على التاخير اللي طولت عليكم الغيبه وما بقيتش كنزل ظروف شخصيه. اليوم غادي نتقاسم معكم هذه الطلبيه هذه اللي غتكون عباره عن جلابه دو بياس بالراندا عريضه، عندها في الصدر ديالها 7 سنتيم وفي الهبطه 44 والقميص ديالها 8 سنتيم والهبطه 45. كنعطيكم جميع التفاصيل البنات باش ملي تبغيو ديروا شي كوموند ولا شي طلبيه تكون عندكم معلومه او فكره على الراندا، حيت بزاف الناس اللي ما تعرفوش تفاصيل ديال الراندا. انا راه الاشاره جميع المتابعين ديالي، وكانت هذه الكليانه هذه دائما تتخيط عندي لا هي ولا الوالده ديالها. كنعطيهم تحيه كبيره وتحيه للناس ديال الشرق، الله يكبر بهم، الناس ديال وجده النواحي كلها. هاد الجلبه هذه اللي مخدومه على جوج شعرات دائمه كما عودتكم، كذلك الطرز الرباطي اللي عندها في الصدر ديالها مخدوم في الصدر ديالها الطرز الرباطي ديال اليد وبرشيمات كما كتشوفوا الضرس اللي في القب وداير في العنق ديال الجلابه وديال القميص، كذلك في الكميمات. اش غادي نقول لكم، جلابه جات سماويه وجات رائعه وجات انيقه، جلابه ديال القلب وديال الهمه، خدمه ديال الخاطره البنات. راه الراندا فيها دائما تنقولها لكم، بزاف الناس يدخلوا عندي تيقولوا لي امي حياة تتغلي او لا تزيدي في الثمن او لا، والله العظيم الا ما كنتصاوب فوق 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 بزاف كنتصاوب في الثمن. يعني راه الخدمه ديال اليد وديال القلب وعلى جوج الشعرات راه ماشي بحال الراندا، راه كاين فرق كبير ما بين راندا وراندا. الخدمه اللي كتكون غليظه ماشي هي الخدمه الرقيقه، والخدمه اللي تتكون مخدومه بالبرا رقيقه ماشي هي بالبرا غليظه، راه كاين فرق كبير البنات. راه الناس اللي كيخدموا الراندا وهما اللي يعرفوا القيمه ديال الهضره ديالي، والناس اللي الكليان ديالي اللي متوصلين بالجلال بهم وبالحويجات ديالهم وشايف الخدمه كيفاش دايره والفينيسيو كيفاش داير، هما اللي غادي يعرفوا القيمه ديال الهضره ديالي. راه ماشي بحال في الراندا. الراندا فيها وفيها، كاين اللي تيتقنها وكاين اللي ما تيتقنهاش. اش غادي نقول لكم، كل واحد باش تيخدم، وانا راه الخدمه ديالي ما احتاجش تقلبي فيها اولاد، راه كاين الفينيسيو كاين الوجه كاين القفه، لبسي مني ما بغيتي والخاطر في كل حاجه. شوفوا لي الدريس اللي كان مقترح السيده، اقترحت هذا الدرس هذا اللي كنقولوا حنا عين وحاجب، كل واحد وشنو كيسميه، حنا تنسميوه عين وحاجب، كان اقتراح السيده وكان في الموديل اللي حبات دير نفس الموديل، والدرس والطرز الرباطي اللي في الجناب باللون في اللون وفي الوسط باللوان اللوينات، خديناهم من اللون ديال القميص، وداير على العنق كذلك الدرس اللي كان جا رائع وجا هماوي وجا انيق. هاد الدريس هذا الفينيسيو، بلا ما نتكلموا على الفينيسيو في جميع الجلابه والقميص، لا في الوجه ولا في القفه كيف ما عودتكم دائما، والتنبال ديال القب وديال الكميمات وديال الجلال كلهم فينيسيو ديالهم. راه الناس اللي متوصلين بالحويجات ديالهم هما اللي يردوا عليكم، راه سبحان الله العظيم كاينه كل واحد وكيفاش كيزين الخدمه ديالو، ولكن الناس اللي كي يتوصلوا بالحوايج ديالهم هما اللي تيجاوبوا وتيعرفوا عرفوني انا علاش كنتكلم وعلاش كنهضر. والخدمه ملي كتكون مقربه وتقربها لكم راه شهاده لله باش تشوف الخدمه عن قرب، ماشي هي الخدمه اللي كتكون بعيده، وحتى ملي كتكون لابسها العريضه راه كتكون بعيده ما كتبهاش الطبيعه ديالها. انا كنحاول نقرب لكم الطلبيات قبل ما ندير لهم لومبالاج غير باش تشوفوا الخدمه عن قرب كيفاش دايره والفينيسيو ديالها كيفاش داير، باش تاخذوا فكره بالنسبه للناس اللي كيفكروا يديروا جلابه بالراندا اولا بالراندا الحصيره. هي هذه الجلابه اللي تجي رائعه في اللبسه وتجي هماويه ديال تحمرت الوجه. كنقول لك حبيبتي بالصحه والراحه، يدخلوا عليك بالصحيحه والتيسير هذه الجلابه، ومزيد من العطاء بيني وبينك ان شاء الله بحول الله، لا انت ولا الوالده ديالك، وسلام حار الناس ديال الشرق كاملين مما كانوا. هاد الموديلات هادو كاينين بحال هاد الشكل هذا، حتى هو كيكون كيجي حضاري وكيجي هماوي، كل واحد والستيل ديالو، يعني ستيل مختلف على ستيل في الخدمه. هاد الخدمه هادي الاغلبيه تنخدموها بحال هاد الخدمه هادي تنخدموها العريسات ديالنا والحال اللي كيكونوا عندهم الشوار ولا هذا، تجي الخدمه ديالهم بحال هاد الشكل هذا. كاينه بزاف ديال الموديلات ديال الراندا اللي كيكونوا بحال هاد الشكل هكا اللي كيكونوا حضاريين، وكل واحد الذوق ديالو اللي بغى.
وكنعطي تحيه للجميع الصنايعيه ديالنا، الله يكبر بهم والله يعمر بهم، كيحمروا لي الوجه ديالي. بالنسبه لهذا الموديل هذا ديال السيده من الدار البيضاء اللي كنوجه تحيه كبيره لجليلبه ديال العمره، وحنا حاضرين مع الناس ديال العمره في اي وقت، يعني كاينه جليلبات اللي موجودين، وكاينه بالقرميطة، كاينه بالصنعه، كاينه بالحساره، بالشكيلات اللي بغيتي، كاينه باللولان، كاينه بالكخاب دو سوا، كاينه بالسوزدي، كاينه بزاف ديال الموديلات ديال العمره انا موجدها ليكم. الناس اللي عندهم عمره مزروبه انا راه الاشاره وجميع المتابعين ديالي، هاد الجليلبه هادي اللي كانت عندها القميص ديالها باللولان ديال الخيط اللي من اقتراح السيده، وسبق لي نزلت بزاف ديال الموديلات اللي كانوا بهاد الطلبيه هادي كيخدموا نخدموها للناس بزاف، للناس ديال العمره. الكميمات اللي مخدومه من 2 سنتيم ديال الراندا، وطبعا جوج شعرات، العقيدات بلديه اللي مخدومه على اليد، كذلك الدريس ديال البريوه، والسدير مخدوم 4 دقات في القميص. بغات السيده ما بغات لا طرز لا والو في القميص، بغاتو سامبل اللون في اللون، يعني الخدمه راقيه وكتهضر على الصوره ديالها كما كتشوفوا الفينيسيو. دائما انا نقلب لكم حتى هاد الجلابه هذه من القفه باش تشوفوا القفه كيفاش داير، يعني راه ما كاين لا خيوط خارجين لا حتى شي حاجه، يعني لبسي منين ما بغيتي. انا كاع الحويجات ديالي راه كلهم كيعرفوا الحويجات ديالي كيفاش كيتخدموا، كيفاش داير الفينيسيو ديالهم، والافتتاحات كاينه اللي ما تيديرش كاع الافتتاحات ديال القميصات، انا دائما تنوريكم الافتتاحات ديال القميصات، راه القميص ضروري كيكون عنده الافتتاحه بحالو بحال الجلابه. بزاف الناس اللي ما راه كاع الناس اللي عارفين اللي كيخدموا غير الجلابه اللي مفتوحه، والقميص كيكون مسدود. القفه كيفاش داير الفينيسيو ديالو، شوفوا القفه كيفاش داير نقي، ما فيه حتى شي خيط خارج، ما تعرفي الخدمه منين مخدومه، واش من الوجه ولا من القفه. يعني كنعطي تحيه للمعلمات ديالي الله يكبر بهم والله يعطيهم صحيحتهم ديال خدمتهم ديال القلب، وديما محمر ليا وجهي مع الكليان ديالي. الناس ديال العمره وديال الحج كاينه بزاف ديال الموديلات اللي انا تحت الطلب لاي موديل، بحال هذا الموديل هذا حتى هو كنخدموه بزاف في الناس ديال العمره وديال الحج، نفس الخدمه اللي في الجلابه الاولى في الفيديو الاول، هي هذه اللون في اللون، وعندها هذه عندها الحبه في الوسط، اما هي نفس الموديل، والكميمات اللي هادو زايدين عندها الجاكر في الكميمات. بغيتي ديريهم سامبل كديريهم سامبل في الجلابه بحال الموديل الاول، اولا بالدرس يكون بشي نوع، بغيتي تخدمي 2 سنتيم السامبل بالحصيره، اولا بهذا الستيل هذا اللي مخدوم بالجاكر ديال الجلابه، والقميص كيبقى السامبل. يعني جميع الموديلات الاقتراح ديال كل واحد شنو كيبغي. انا راه الاشاره جميع المتابعين ديالي، وكنقول لكم اهلا وسهلا بالنسبه للجداد اللي تينضموا للقناة، فعليكم الا تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي، وما تدوزكم حتى شي موديل وحتى شي حاجه. انا غادي من هنا للفوق يعني غيكونوا موديلات رائعين وهماويين كنقترحهم عليكم ان شاء الله بحول الله، وكنقول لكم الى اللقاء فيديو الجاي ان شاء الله بحول الله، مع السلامه. وسمحوا لي على التاخير، نعوضها لكم في الموديلات الجايه ان شاء الله.